اركب يا غريب. عملت ايه؟ ده الورق اللي انت طلبته كله. طلع عيني عقبال ما وصلت له. في كل حاجة تخص أرض القومي. أنا أهم حاجة عندي التقارير بتاعة البحث العلمي. أيوة هي دي. تمام أوي كده. قول لي بقى، أخبار الشركة إيه؟ سعيد بيرجع زي زمان. تظبط الساعة على مواعيده. وأحمد بيه ما جاش لا امبارح ولا النهاردة. الحاج سعيد عين دكتور إبراهيم مشرف بناء على المستشفى بمرتب شهري 20,000 جنيه. امسك يا غريب. لا لا لا، أنا عايز أبقى الراجل بتاعك. هو أنت الراجل بتاعي في الشركة يا غريب. امسك. أحمد بيكرهني أوي. هو قريب أوي هيخليني أسيب شركة الكومي. متقلقش، اليوم اللي هتسيب فيه شركة الكومي هعينك في أي شركة تانية أنت عايزها. يلا مع السلامة. السلام مصطفى. بصي بقى يا ستي، انا هخلص اللي بعمله ده ونخلي الشوربة اخر حاجة، بس انا اللي هعملها بنفسي. ايه ده؟ انت بتعيطي ليه؟ اصل سعيد انك اتجوزتي بقى عندك بيت. ربنا يسعدك. انا بحبك قوي يا دادا، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. وانا كمان بحبك. انت يا ليلى بنتي اللي ما خلفتهاش وربنا كرمني بيها. يا رب والنبي، يا رب والنبي يطول في عمرك وشوف ولاد ولادك. ما عندك قوي. أنا كمان بحبك قوي. بس ما عايش. حاضر. يلا. يلا. خلاص بقى يا لنا، هتعوزي ايه من مصطفى تاني؟ وشو بدي اعوز من واحد برم ضهره بوجهي وتركني يعني؟ انا بس عم بسال كرمال ليلى، خايفه عليها. ما افتكرش انها لسه عرفت الخبر، مصطفى ولا بيروح ولا بيروح حتى الشركه. هو انا المفروض اقول لليلى ان مصطفى هيتجوز هند؟ ما بعرف. بس اذا اتزوج اكيد رح تعرف. اه يا دماغي، هي المشاكل اللي دخلنا فيها دي ملهاش نهايه ابدا. دخيلك، يعني ان عرفت هلا ولا ان عرفت بعدين شو اللي حيتغير يعني؟ حيبطل يتزوجها؟ اكيد لا. انا بس قلقانه لما ليلى تعرف ان مصطفى كان طالب مني ان انا. صباح الخير. اهلين. صباح الخير. سوري. هتروحي فين؟ هتمشى شوي وراجع. اهلا يا حبيبي. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضل. اهلا يا حبيبي. انا تقدمت الهند. وافقت؟ اهلها طلبوا وقت عشان يفكروا وهيردوا عليا، بس اكيد هيوافقوا طبعا. هيرفضوا ليه؟ هند ممكن ترفض تتجوزك عشان كانت مخطوبه قبل كده لاحمد يعني. هتوافق. المشكله دلوقتي مش في هند ولا في اهلها. امال فين المشكله يا ابني؟ مش بتقول انهم هيوافقوا؟ المشكله عندنا يا ماما، مش عارف اذا كنت عايز اعمل كده بجد ولا لا. ما قلنا كده من الاول، الموضوع ده هيقلب عليك كل الناس، سعيد وليلى، احمد كمان ممكن يفكر. يا ماما، احمد ايه وليلى ايه؟ انا بتكلم عن نفسي. هل انا عايز اتجوز هند فعلا ولا لا؟ مش عارف بصراحه. بقى ما تهمنيش اذا كانت علاقتي بابويا ترجع ولا ما ترجعش، والاحسن انها ما ترجعش. ما تقولش كده يا حبيبي، انا بس اللي حامله همه سعيد لما يعرف ان انت بتتحداه. سعيد الكومي اتغير يا ماما، ما بقاش سعيد بتاع زمان اللي كنت تعرفيه. ما بقاش لوحده، بقى جنبه في الصوره دلوقتي الدكتوره اللي بتديله الدواء. تعرفي ايه اخر مشروع دلوقتي لمجموعه الكومي الجديد؟ مستشفى استثماري ضخم هيكلف ملايين كتير قوي، هديته للدكتوره. عايز يهد كل اللي بناه في ثانيه. انت نويت تعمل ايه؟
انا من النهارده مش هعمل غير اللي انا عايزه وبس. والله الاكل يجنن يا ليلى، بس عشان زي ما بيقولوا بكذبة خيبة، هو مش انا اللي عامله الاكل ده، بس والله العظيم انا اللي عملت الشوربه اللي عجبتكم في الاول. قول لهم يا احمد الشوربه. طعمها حلو جدا الشوربه. عارف يا احمد، احنا المفروض يعني كنا جينا زرناكم من زمان، بس الحمد لله ادينا جينا. على فكره بقى، انا اول ما احمد قال ان انتوا جايين كنت مبسوطه جدا وطايره من الفرح، ما كنتش عارفه اعمل لكم ايه ولا ايه. يا رب تكونوا انبسطتوا. ده من ذوقك بس يا ليلى. سفرة دايما ابو حميد، دايما عامر. دوم عزك ابو كريم. وتيجي نطلع جنينه شويه. يلا. انا كمان كنت عايزك في حاجه، تعالى. مش محتاج حساب يا عم، انت كده ليك في ذمتي 22000 جنيه. بتوع ايه دول؟ هي اللي بتوع ايه؟ نصيبك في قهوه ابوك. دي القهوه بتجيب كام في اليوم لو تعدون؟ لا الحمد لله، احنا ساعات بقينا بنعدي 500 جنيه. لا يا راجل. والله. طب خلاص يبقى كده ليا اكتر، 22 ونص. انت هتطبع ولا ايه؟ بص يا عدول، القهوه دي لو اشتغلت 100 مليون سنه مش هاخد منها ولا مليم. ليه بقى ان شاء الله؟ بنتاجر في المخدرات ولا ايه؟ يا عم لا سمح الله، بس انا خدت حقي منك خلاص. كفايه تعبك معايا انا وامك واختك. اقول لك على حاجه، الفلوس اللي محوراك دي اديها لامك. مبسوطه جدا ان انتوا جيتوا. تعالي بقى نقعد نرغي زي الستات كده ونقعد ننام. يا ريت. اتفضلي. بجد بس كانت ناقصه كريم، ليه ما جبتوش معاكم؟ والله يا ليلى هو كان هيتجنن ويجي، بس عارفه ما كناش هنعرف نقعد نتكلم كلمتين كده على بعض، كان كل حاجه هتلاقيها متكسره. فده يكسر الدنيا كلها مش مهم. والله انت قمر يا ليلى. هو عملت ايه مع مصطفى خمراتك ده؟ عرفتش ايه اللي حصل عند هند واهلها؟ لا ده ما اعرفش اي حاجه. ومراتك عرفت؟ انا قلت لها. وقالت لك ايه بقى؟ قول ايه، ما لقيتش حاجه. طبعا طنط مامه احمد ما تعرفش ان انتوا جايين هنا، انتوا جايين من وراها صح؟ بصراحه عارفه يا ليلى، ماما على قد ما تبان يعني ان هي قويه وكده، لكن والله جواها طيب. انت عارفه ان انا متجوزه وقاعده معاها بقالي سنين يعني. ايوه احمد قال لي فعلا. تحبي نروح نقعد معاهم ولا خلينا قاعدين هنا احسن؟ لا نروح نقعد معاهم، بس ممكن اخش الحمام الاول؟ طب انا هسبقك، حصليني على كده. خلاص وانا هحصلك. يا اخي مش قادر اصدق مصطفى ده. اشمعنى هند بالذات؟ وبعدين ما كانت قدامه طول الوقت حتى واحنا مع بعض، اشمعنى دلوقتي؟ اكيد عمل كده عشان يضايقني عادل. وانا متاكد طبعا ان مصطفى نفسه يضايقك اخر حاجه، بس يعني مش واحد بيتجوز واحده عشان يضايق واحد تاني. اكيد حبها. ما اظنش. بس برضه اللي مضايقني هند، ازاي توافق اصلا؟ الله، ده انت بتغير بقى. الموضوع مش موضوع غير عادي. انت عارف انا بحب هند قد ايه؟ لولا الظروف اللي حصلت دي كان زمان انا وهي عايشين مع بعض دلوقتي.